من الاحسن يعني. من الحاجات اللي احنا بنعرف برضه اماكن
الشاب يعرف بلده، رفع روح الانتماء عند الشاب، يعرف حضارة بلده، التعارف بين الشباب. طبعا الرحلة مدعمة بشكل مقدر رمزي 400 جنيه من تكلفة عالية جدا، التكلفة ممكن تزيد عن 1800 جنيه، التكلفة ممكن تزيد عن 1800 جنيه للفرد، الفرد بيدفع 400 جنيه، يعني رغم قدر بسيط جدا او قدر رمزي للرحله. الرحله بقى تتضمن في الاقصر المزور من معبد الكرنك في الهدوء، ده يوم الوصول جوله حره. يوم اللي وراه بنزور البر معبد حتشبسوت ومعبد جابو وبيت الموز. يوم الاحد نزور البر الشرقي معبد الكرنك ومعبد الاقصر وخلاف جولات القاهره. يوم الاثنين الصبح بيحصل تبادل من الاقصر لاسوان ومن اسوان للاقصر. بنروح أسوان بنعمل متحف النيل أول يوم، ثاني يوم بنروح نزور النباتات والقرية الصوفية ومتحف النوبة. اليوم الأربع بنعمل الأستاذ العالي ورمز الصداقة ومعابد سيدنا. ده برنامج ده بنعمل مبادرة الساعة 5 الساعة 6:30 من أسوان للقاهرة. ده برنامج ده تمام.